Salut mes chers élèves, كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم غادي نشوفو نوفيل اكتيفيتي دو ليكتور شوت اي سيتوياسيون فينال دو لا نوفيل. غير هنا بينت لكم الصوره الفوق مزيان باش نشوفو لوبجيكتيف الهدف ديال الدرس ديالنا مع العنوان، واكيد غنخدمو على لي كيسيون اللي كيسولكم الاستاذ قبل ما تدخلوا تقراو هاد لو تيكست هذا، يعني الاسئله اللي محيطه بالنص، يعني لو بارا تيكست اتسيتيرا. غير هي قبل ما نبداو ولا بلاش نبداو، ولا ما نقول لكم دخلوا البلاي ليست. دونك انا لوبجيكتيف الهدف ديالنا ايدونتيفي لي كاركتيرستيك دو دينومو، غنعرفوا شنو هما لي كاركتيرستيك الخصائص والمميزات ديال لو دينومو دو نوفيل بوليسيير. اذا هنا خصنا نحبسوا نعرفوا بعدا شنو هي هاد كلمه دينومو. نعطيكم التعريف ديالها ملي نسولكم استاذ شنو هي لو دينومو. هي اي لا شوت فينال دو لا نوفيل بوليسيير كوريسبوند ا لا سوليسيون اي لا سيتوياسيون فينال. شنو هي الدينومو؟ هذه راه مرحله من الشيما ناراتيف. عندنا لا سيتوياسيون انيسيال اي مون بيرتورباتور لي بيريبيسي، والمرحله الاخرى سميتها لو دينومو. شنو هي لو دينومو؟ هو الحل والنهايه، يعني لا سوليسيون لا سيتوياسيون فينال دو ريسي سميتها لو دينومو، كما كنتو كتقراو في التياتر. لوتور اسي هنا في النهايه لوتور كيحاول دو توشي لي سونتيمون دو ليكتور، كيحاول انه يتوشي قيس الاحساس ديال الاحاسيس ديال القراء حنا اللي كنقراو اترافير اون سيري ديموسيون. يعني في النهايه كيكون واحد المجموعه ديال الاحساس كنحسو به ملي كتسال القصه، لي لارم، اما قصه كتجعلك كتبكي شي حاجه فيها حزينه، ولا لو غير ضحك، ولا لا بور مخيفه، ولا لا سوربريز اتسيتيرا. دونك لو دينومو هي النهايه. Que représente l'image? Donc l'image, je n'ai pas dit comme je n'ai pas dit une menotte, et je n'ai pas un homme en menotte. Il y a une menotte, d'accord? Donc le titre, La nuit des vampires, nous allons le texte. Arrivé devant l'appartement, donc il y a un slow dans l'appartement, Fred dit, chez moi, je pense que vous ne verrez rien. J'aime vivre dans le noir. Et en plus, je n'ai plus d'électricité. Il y a, يعني هنا شنو قال لهم؟ قال لهم انا عندي مي بان والو، كيعجبني الظلام. جيم فيفر دون لا نوار، يعني كيعجبني نعيش في الظلام، ما نشعلش الضو، يعني ما عنديش حتى ليكتريسيتي. il y a donc pas de lumière، يعني ما كاينش كاع الضو. Tu as raison، قال له عندك الحق. Gary, as-tu des lampes؟ يعني نسولو قال واش عندك لي لامب، يعني باش نضويو المصباح. وي اليونا دون لو كوفر دو ما فواتور. اها شوف راه كاين في الكوفر ديال لا فواتور. فو فولي كو جاي لي شيرشي، بغيتي نمشي نجيبهم ليك؟ نو جو في زيالي موا ميم، قال له صافي غير بقى انا نمشي نجيبهم راسي. لانسبكتور جوستان لي مان دون لي بوش، حط يدي في الجياب. سو ديريجا فيغ لا فواتور، يعني اتجه نحو لا فواتور دو كاري، مشى للطوموبيل ديال كاري. اوفري لو كوفر، فتح الكوفر. إل تخوفا دي لومب كيل شيرشي، ولقى داك لي لومب المصباح اللي هو كيقلب عليه. إل لي زيسايا ماشينالمون، سي تالور يعني كيخدمهم، سي تالور كو لو فيسو اكليرير كيلكو شوز دو روج، ملي هما داك لي لومب يعني ضواو وشعلو، وهي تبان واحد الحاجه تما حمراء. إل بلونجا سا مان، يعني خشى يديه إي روسورتي دي سيرانك، يعني خشى يديه بانت له شي حاجه حمراء ماشي هي هاديك، هو يجبد واحد الشواكي إي أن ساك بلان دو سون، واحد الساك عامر بالدم. وشنو قال؟ أو نو سي سغي كاغي لو فامبيغ. واش كاغي هو لو فامبيغ؟ في الأول بداو لينا وقالوا أن فريد يعني راه كيعيش في الظلام ما عندوش الضو، بحال اللي زعما باش يخليونا نمشيو نميلو مع داك الجانب، يعني بحال اللي نتخدعوا في القصه ونقولوا راه هو لو فامبير. ولكن هنايا هو تصدم ملي لقى هذاك الشواكي ولقى الدم ساك ديال الدم، قال او نو سي سوري كاري لو فامبير. واش كاري يعني هو معاه وبوليسي معاه، هذا يكون هو لو فامبير، هو مصاص دماء. مون ديو دير كو جي ليسي فريد افيك كاري، يعني قال انه نسى مشى يقلب على هذا الشيء وخلى فريد مع كاري، وكاري صدق هو لو فامبير. il courut et arriva juste à temps، يعني مشى كيجري وصل مع الوقت. كاري allait étrangler، يعني هي غادي يقج يخنق لو بوفر فريد. stop cria-t-il سي توا لو فامبير، يعني كي مشى كيجري وصل مع الوقت قاه يلاه بدا يلاه، يعني غادي يبدا يخنقو يخنق فريد. دونك هو يحبسو، قال له انت هو لو فامبير. وي
جاوبه هو قال له اه هو انا اي جادور لو سون اوكي عجبني الدم. غاري سو بريسيبيتا سور لانسبكتور جوستان كي جوست لو طون دالومي سا لامب اي سو اي دو لا ديريجي فير لي زيو دو لاجون. يعني غاري شنو مشى يدير؟ مشى بغى ينقز على لانسبكتور جوستان، بغى يمشي هو دابا منكتشف السر ديالو بغى حتى هو يقتلو. هو كي بحال هكا بحال اللي ينقز عليه يطير عليه. هو جوستان شنو دار؟ شعل هذيك لا لامب اللي عنده في يده ودارها لعينيه. دا مغاش تخرج ليا اي دو لا ديريجي فيغ لي زيو، يعني ودارها على عيني بحال هكا، ضو على عيني بحال باش يعميه، حيت هما دابا لو فومبير ما كيعجبهمش الضو. اذا هو دار هكا سو ديرني اون فوا باراليزي، يعني باراليزي هي تشلل، ولكن هنا يعني ما بقاش قادر يتحرك، يعني ملي دار له الضو صافي حبس. il peut le menotter، يعني استطاع انه يدلو المينوت اي ابلي لو بوست دو بوليس، وعيط للبوليس. اون فيت غاري tué sa victime la vidée de son sang à l'aide de، يعني كيقتل يعني الضحيه ديالو بالمساعده ديال هذاك سورينغ، يعني بداك الشوكات اللي كيدق الحقنه. افان دو ميتر لي زونكيتور سور دو فوس بيست، يعني وكيحاول انه يدي هذاك لي زونكيتور يديهم يعني فوس بيست، يعني مثلا واحد لا تراس تبين واحد الاتجاه اللي هو غلط باش يحيد عليه هو الشبهه. Donc l'agent Gary a été condamné à 5 ans de prison. Donc يعني هنايا لا سيتياسيون فينال انهم كيعطيونا الحكم، يعني شدوا حكموا عليه ب 25 ans de prison de سجن. La source la nuit des vampires، يعني ليلة ديال الفامبيريزم هي ديال لا نوفيل من خداو لينا. وهنايا كيعطيونا السميه ديال لوفر. وثاني حاجه دو جون إلتش، يعني هذا لاكريفا يعني لوتور اللي كتب هاد لا نوفيل هادي. دونك هذا بالنسبه للتكست ديالنا، سالينا داك القصه كامله ديال لا نوي دي فامبير. دابا غادي نشوفوا لي كيستيون. كو ريبريزونت ليماج، دونك هنايا السؤال اللي هضرنا عليه في الاول ولكن نعاودوه، شنو يعني شنو كيبان لكم في هاد الصوره هادي؟ ومن بعد نقولوا كيل ايبوتيز دو ليكتور تو سوجير تال، يعني تكون نفترض ان مازال ما قريناش حنا كاع هاد لا نوفيل هادي، ونجاوب على هاد لي كيستيون. يعني شنو كيبان لنا من الصوره وشنو ممكن تكون هاد النص علاش كيهضر؟ الوغ لي ماج ريبريزونت ان نوم اون مينوت، غادي نحيدو الصوره. بالنسبه لي بوتيز فرضيه كنفترض لاغيستاسيون، يعني علاش يكونوا كيتكلموا؟ يكونوا شدوا مثلا المتهم الحقيقي دو فري كوبابل بوتيتر، يمكن. Relève dans la dernière phrase deux mots appartenant au genre policier. جوج كلمات كينتميو للحق الدلالي ديال القصه بوليسيه، عندنا انكيتور محقق وعندنا فوس بيست. اونتور اون فيغ، غادي ندورو بالخضر لي بوان دانتيروغاسيون، يعني علامات ديال السؤال علامات بوان دانتيروغاسيون، اي اون بلو بالازرق لي بوان دكسكلاماسيون علامات ديال التعجب، استفهام علامات استفهام وديال التعجب. دونك هنا عندنا جوج الالوان، ناخذ هنا هي التكست. دونك هاك دونك انتم مع الدور، وانا واخا دايره هنايا اطار، يعني درت انكادرمون. دونك انتم غادي ديروا الدور اليوم مسافر وما باينين عندكم. كيل انفورماسيون سيسين دو بونكتواسيون ابورتيل سور لا ناتور دو تيكست، يعني هاد لي سين هادو هاد علامات الترقيم هادو بوينت انتروغاسيون ديكسكلاماسيون، شنو المعلومات اللي كيعطيوهم لينا؟ شنو كيضيفوا لينا للتكست للطبيعه ديال، يعني ابورتي سور لا ناتور دو تيكست. الوغ يل ترادويز ليتونمون اي لانتروغاتوار دي زونكيتور، بلا كانت علامه استفهام يعني راه كنسولو، والا كان علامه تعجب يعني كتعجب كتفاجئ كتشوك صدمه ايتونمون دهشه، يعني كيعبروا على لي سونتيمون. ا بارتير دو ليماج، من خلال الصوره دي مون ريليفي et des types de phrases، يعني من خلال الصوره ومن هاد الكلمات اللي خدينا والانواع ديال الجمل. cet extrait appartient à quelle étape du schéma narratif، يعني هاد الاكستري شنو غادي يكون من الشيما ناراتيف، شحال اين مرحله من الشيما ناراتيف؟ دونك il s'agit du dénouement، dénouement هي النهايه، la situation finale، يعني la solution et la situation finale. complète les tableaux suivants، نملؤوا هاد لو طابلو هذا من خلال النص. شكون هما لي بيرسوناج لي عندنا في لو تيكست؟ دونك عندنا 3، عندنا جوستان غاري اي فريد. بالنسبه لليو المكان ديال القصه ولو طون، يعني او سو باس لا سين فين وقعت هادشي الاحداث ولو طون ديال ليستوار. دونك عندنا دوفون لابارتمون، يعني هذا المكان قدام لابارتمون، يعني الشقه ديال فريد. وبالنسبه لو طون هو لو سوار المساء.
لي كاركتيرستيك دو دينومو. بالنسبه لهاد باش كتميز لي لو دينومو، مثلا بحال ما كتميز لا سيتياسيون انيسيال بلو طون بلو ليو لا ديسكريبسيون، حتى لو دينومو عنده واحد مميز باش بغي نكتبها انا شنو خصني نوظف فيها، شنو خصني ندير. دونك هنايا يعني النهايه كنعرفوا فيها شكون هو المتهم، كنعرفوا شحال حكموا عليه، شنو هو لو موتيف، دونك هنا شكون هو لو فري كوبابل، وشنو هو الدور ديالو، يعني شنو كان يعني خدمته قبل، شكون هو، ولو موتيف يعني وشنو هو السبب اللي خلاه يدير الجريمه. هادشي كنعرفوه غير في النهايه، ميمكنش غادي نعرفوه في لو بي ري بي سي احداث، يعني النهايه هي كنعرف شكون هو المتهم باش كنحكموا عليه السبب وكتسالي القصه. الوغ بالنسبه لو فري كوبابل هو لاجون غاري سون رول اجون دو بوليس، ولو موتيف هو السبب اصلا حيت هو فامبير يعني كيبغي الدم، يعني باش كي شنو شنو كيبغي. دوزيام كيسيون، لا نوفيل سي تاشيفي بار اون شوت، لا نوفيل سالت لينا بواحد لا شوت، سقوط يعني ونهايه غير متوقعه، يعني واحد لا فان ان اتوندو، ان روبونديسمون سبيكتاكولير، يعني واحد الحاجه اللي هي مدهشه سبيكتاكولير ما كناش متوقعينها. لاكيل قول لنا، جاوب لنا السؤال، شنو هي هاد النهايه، شنو هي هاد لا شوت هادي، يعني كتكون كتقلب على المجرم في الاخر كتلقاه هو اللي كان معاك، ولا هو مثلا انسبكتور. دونك لو فري كوبابل سي لاجون غاري، يعني شنو هي هاد الروبونديسمون انه هو لاجون غاري هو لو كوبابل. كيل سون لي انديس كي كي فون بيرميتر ا لانسبكتور دو ديكوفرير لو فري كريمينال، شنو هما لي انديس دليل اللي خلاو لانسبكتور يعرف لو فري كريمينال، يعني يعرف هذا هو المجرم، شنو هما لي انديس. دونك عندنا لا ديكوفيرت دي سيرينغ، يعني داك الشواكي، اي لو ساك دو سون دون لو كوفر دو لا فواتور دو غاري، لقى داك الشواكي، لقى داك الساك ديال الدم، شك فيه، هادشي هو اللي خلاه يعرف هذا هو الكريمينال. كيل ايموسيون اتيل سوسيتي، وهادشي اللي لقى شنو هو ليموسيون، شنو الشعور اللي حسيتي به، يعني شنو خلق هادشي، لو شوك الصدمه، تقدروا ديروا سوربريز، لو طونمون الدهشه. غوليف اون فراز دون لو تيكست، تستخرج دابا جمله من النص بور جوستيفيي تا ريبونس، باش تجاوب لينا يعني تعلل الجواب ديالك على هاد اننا لقينا الصدمه، تصدم هاد الانسبكتور انه تصدم، قال او نو سو سوري غاري لو فامبير، يعني ما تيقش. Quelle est la situation finale de cette histoire؟ Donc شنو هي لا سيتياسيون فينال، النهايه ديال هاد القصه هادي؟ دونك هي شدوه في الاخر، يعني لا ريستاسيون، يعني وقفوا شدوه دو غاري اي سا كونداناسيون، حكموا عليه دو 25 عام دو بريزون، حكموا عليه بالسجن. دونك هنا عندنا جو روتيان كومبليتي بار، يعني نملؤوا هاد الفراغات هادو باغ، وعطاونا لي مو اللي غادي نخدموا بهم، عطاونا سوربريز مفاجاه شوت نهايه يعني غير متوقعه، بوليسيه قصه، نوفيليست يعني داك البيرسون اللي كيكتب، يعني المؤلف والمخرج اللي كيكتب القصه، اللي كيكتب لا نوفيل، داكور. دونك هاد الكلمه تنحطو كل حاجه في المكان ديالها. لا نوفيل، لا نوفيل شنو يعني، لا نوفيل سو تيرمين بار، كتسالي لنا بشنو، اذا نقولوا لا نوفيل بوليسيه، القصه البوليسيه. دونك هنا لا نوفيل بوليسيير سو تيرمين بار اون شوت، القصه البوليسيه كتسالي بلا شوت، يعني هذاك المجرم كيكون شي واحد معروف وانت ما كتكونش عرفتيه في الاول. ان روبونديسمون سبيكتاكولير ان اتوندو، دونك ديما على طلبوا منك لا شوت هي غادي دير واحد النهايه غير متوقعه. دونك هنا سبيكتاكولير ان اتوندو غير متوقع، لو شي حاجه اون فراسون ليكتور، يعني كيعطي الليكتور ديالو القراء ديالو، يعني هادشي كي اوفر كيعطي لو غير، ان اكلا دو غير يعني الضحك، اون لارم ولا الدموع ولا ان فريسون دي فخوا ولا واحد كترعد يعني بالرعب. دونك هنايا لو نوفيليست هو اللي كيخلق هاد لا فان، كتكون هي كتسالي شي حاجه زوينه يا شي حاجه خايبه، اوغوز ولا مالوغوز، و ولا هذاك او هاد او هادي اللي كيقولها ديالاش دو سوربريز ديال المفاجاه، كيتفاجئ باش كيقول لنا هاد او، يعني ماشي هو فرحان. دونك هنايا عندنا جابليك اي جو ترونسفير، دونك نشوفو هنايا قال لك بور نو فير كوار، يعني في الاول في القصه بغاو يديونا نمشيو غالطين باش يخليونا نشوفو نقولو بالله راه فريد راه هو المجرم. الوغ بور نو فير كوار كو فريد بوغيت اتر لو فامبير، زعما راه هو لو فامبير، دخلونا بداك الدخله قالو لنا لوتور امي زامي، شنو دار لوتور تو لون دو لونكيت، لونكيت كامل سور سيت فوس بيس، يعني بقينا غادي في اتجاه ديال فريد كنسولوه، خصوصا ملي قال انا ما عنديش الضوء، انا الضوء ديالي مقطوع، انا كيعجبني الظلام، اذا هكا غنشكو غنقولو بالله راه هو الفامبير، عطاونا هاد لانديس هادي زعما غنقولو فريد، يعني باش حنا نبقاو نمشيو لجهه اخرى في الاخر نتصدمو، يعني باش تكون لا شوت في الاخر غنلقاو مجرم اخر. Alors, voici la liste complète là. Participation à la nuit des vampires. Une, Fred,
شارك في لا نوي دي فامبير و ايميتاسيون دي فامبير وكيحاول يقلد هذوك مصاصين الدماء. وشي حاجه اخرى اللي خلاتنا زعما بحال اللي بيديرنا داك يديروا لنا يعني اللي كتب لا نوفيل يدير بحال فخ بياج هكا انت كتبقى غادي غالط. il aime l'obscurité وقلنا انه في الاول كيعجبو يبقى في الظلام. il aime imiter les vampires وكيعجبو يقلد les vampires.